حول هذا الملف ينضم إلينا الآن خبير الأمن الغذائي دكتور فاضل الزعبي. دكتور أهلا وسهلا بك في برنامج أخبار الأسبوع. دكتور نتحدث اليوم عن إلغاء هذه الاتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتداعيات المتوقعة، وأصبح هناك الحديث اليوم عن ارتفاع أسعار الأرز حتى منذ الأيام الأولى لإلغاء هذه الاتفاقية. مساء الخير. مساء النور. نعم، الوضع وضع سوق الغذاء العالمي الآن باضطراب. هذا الاضطراب راح يؤدي إلى ارتفاع فوري بالأسعار، لن تكون بنفس حدة بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ولكن سوف يكون هنالك حالة عدم يقين وحالة اضطراب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، راح تأثر بشكل مباشر على أسعار الحبوب والقمح. لن تؤثر على الوفرة، لأن هذا السوق في هذا العام الوفرة تكفي، ولكن هنا تأتي الضغط على ميزانيات الدول ذات الدخل المتدني، ال 41 دولة اللي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، واللي تعاني أيضا من وطأة المديونية الثقيلة. هنا سوف يكون تأثرها واضحا. إذا ما جئنا إلى الرز، قصة أخرى لا علاقة لها بحرب أوكرانيا، لها علاقة بالتغير المناخي وما حصل في الهند من فيضانات وغيرها، وأدت إلى انخفاض إنتاج الأرز الأبيض ليس البسمتي. بالعموم دكتور فاضل، عند حدوث أي أزمة عالمية في أي مكان في العالم، هذه نقطة في غاية الأهمية، نحن تقدمنا تكنولوجيا وتقدمنا بشكل كبير في كل دول العالم أقصد، ولكن ألم نصل لمرحلة يمكن فيها إيجاد حلول بديلة لأي مشكلة عالمية فيما يتعلق بالغذاء؟ عندما حدثت الحرب الأوكرانية الروسية في بدايتها ارتفعت أسعار الزيوت بشكل كبير، أيضا أسعار الأرز، اليوم تتحدث عن فيضانات في مناطق في العالم ثم ترتفع أسعار الأرز. كيف يمكن إيجاد حلول بديلة سريعة من قبل دول العالم؟ فعلا هو هذا الموضوع. الموضوع الآن العالم وتحديدا هذه الدول، دول خلينا نسميها آسيا وأفريقيا، لا يوجد لديها الإجراءات المسبقة أو الإجراءات الاستباقية أو الإجراءات الثابتة المحددة بحيث أن تكون جاهزة لتلافي هذه الصدمات أو على الأقل التخفيف منها. والتكنولوجيا مثل ما تفضلت هي عنصر أساسي في هذا الموضوع. هذا عنصر يقرأ تحديدا ماذا سوف يتم في هذا السوق إذا انخفض هذا المنتج على سبيل المثال الرز الأبيض، وبالتالي ماذا يجب أن أفعل، وهل لدي مخزونات تكفي أم سوف أوقف التصدير، وإيقاف التصدير يؤثر على سوق الغذاء في العالم، وهكذا. كذلك بالنسبة للقمح، لاحظنا ما حصل في بداية الحرب، الآن التأثير أقل مما حصل بداية الحرب لسبب أنه معظم الدول من الضربة الأولى، من الصدمة الأولى، بدأت بزيادة مخزوناتها الاستراتيجية وأصبحت خلينا أسميها أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه هذه الأزمة حاليا. لذلك حتى ارتفاع أسعار الحبوب وتحديدا القمح لم يكن بنفس النسبة التي حصلت في بداية الحرب قبل عام منذ الآن. بس نحن بحاجة إلى جميعا العالم جميعا وتحديد دول آسيا وأفريقيا التي هي بحاجة إلى تغذية وإطعام شعبها، بحاجة إلى هذه الإجراءات الاستباقية التي من إحداها أيضا زيادة الاستثمار وإدخال التكنولوجيا في قطاعها الزراعي حتى ينتج أكثر مما ينتجه الآن بنفس الكمية من الموارد الطبيعية. ممتاز. سواء طب دكتور، من متابعتك لهذا الملف، ملف الأمن الغذائي ككل في العالم، هل تعتقد أن دول العالم تتعامل بجدية تحاول إيجاد هذه الحلول؟ نحن نتحدث ما المسؤوليات المطلوبة، ولكن هل يسعى العالم بشكل فعلي، دول العالم الكبرى، الاقتصاديات الكبرى في العالم، إلى إيجاد حلول فعلا حقيقية لهذا الملف، ملف الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحروب والتغير المناخي وعدد أيضا من الأزمات الأخرى؟ هل هنالك تحرك جدي من قبل دول العالم أم ماذا؟ يعني بالنسبة لسؤالك عن الجدية، خليني أقسمها إلى شقين. أولا الجدية من الدول الصناعية الكبرى، من الدول الغنية خلينا نسميها الكبرى، لا نجد هذه الجدية بقدر ما هي للاستخدام السياسي والبروباغندا بشكل أساسي. وهنالك نية للمساعدة، ولكن هذه النية لا ترتقي إلى مستوى الحدث. يعني أحد الحلول اللي ممكن أنت الآن تجابه فيها ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الدول ذات الدخل المتدني على مجابهة هذه الارتفاع، أن توقف الديون عنها لمدة 3 سنوات، وهذا ما طلبت به
الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة طالب به قبل أسبوعين، توقفها حتى تجعل نوعا من القوة والقدرة لميزانياتها لمجابهة هذه الصدمة. أما بالنسبة للدول الأخرى اللي هي الدول المستفيدة أو الدول الضعيفة، فالجدية تصطدم دائما بالوفرة، بوفرة المال. الموارد المالية ضعيفة جدا، وبالتالي لا تستطيع أن تنفذ ما تريده لنقص التمويل اللازم، وأيضا تعتمد بهذا على موضوع الدول الغنية أو الدول المانحة التقليدية. فإذا أصبحنا نحن في دائرة أساس حجر الرحى فيها هي الدول الصناعية الكبرى، والتي يخضع سوق الغذاء كاملا إلى تصرفاتها. إن أجزلت الهبات والمنح من أجل تنمية الزراعة والأمن الغذائي، تجد أن رد الفعل سوف يكون سريعا والنتائج سوف تكون طيب. في صالح الأمن الغذائي. أعود معك لموضوع اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. هل هنالك تأثيرات قد تكون كبرى على دول العالم، أم هي تأثيرات دعني أقول محدودة إن استمر هنالك تعنت روسي بالوصول أو حتى أوكراني بالوصول لاتفاقية تجدد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود؟ دكتور فاضل، أنا حسب تحليلي هذه الاتفاقية، خليني أخذ القمح، استطاعت أوكرانيا من تصدير 8 مليون طن قمح خلال عام كامل. لما أتحدث عن 8 مليون طن قمح من جانب الأوكراني، هنالك 35 مليون طن قمح موجودة في الجانب الروسي، نحن نعرقل أو الغرب يعرقل تصديرها. لذلك هذا معادلة واضحة، أنا بيهمني سوق الغذاء، ما بيهمني الاستخدام السياسي له. فبنرجع لل 8 مليون طن قمح التي تشكل 4% تقريبا من سوق الغذاء العالمي، من ما يتداول من قمح في السوق العالمي. على المدى السريع الارتفاع الوحيد، أو على المدى القصير المدى أو السريع، التأثير الوحيد هو ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار رح يأثر على الدول التي تعتمد على استيرادها من أوكرانيا. على سبيل المثال، نحن كل مخزوناتنا قمحنا نشتري من رومانيا، 90% من رومانيا، وفي نفس الوقت لدينا مخزون استراتيجي يجعلنا قادرين على امتصاص هذه الصدمة. ولكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وبدأت الحرب تأخذ مجال آخر، وكما ترى أبعاد أخرى في ضرب مخازن الحبوب وضرب ناقلات الحبوب، هنا سوف يكون له تأثير على المدى المتوسط المدى المتوسط، وقد يكون أيضا للمدى البعيد بالإضافة لتحديات على المدى القريب. ولكن سؤالي، وأنت أشرت لها أكثر من مرة، التأثير الحقيقي، يعني أتحدث قريب المدى أو قصير المدى فيما يتعلق بأزمة الغذاء، تتعلق ليس بوفرة هذه المواد الغذائية، إنما بارتفاع أسعارها. بالضبط، القدرة على الوصول إليها. ارتفاع أسعارها راح يجعل هذه الدول ما يتوفر لديها في ميزان مدفوعاتها لا يكفي لشراء نفس الكمية، راح تشتري كميات أقل. إذا اشترت كميات أقل، إذا ما تبثه وما تضخه في سوقها المحلي راح يكون أقل من الحاجة. هنا يبدأ عندك مؤشرات ازدياد انعدام الأمن الغذائي وازدياد مؤشرات نقص التغذية. فلذلك هو التأثير على الوصول. طيب دكتور فاضل، عندما كنت تحدث في بداية حلقة اليوم مع محمد الشاكر مدير موقع طقس العرب، كنت تحدث عن التغير المناخي في كل دول العالم، وتحدث في سياق كلامه عن نقطة في غاية الأهمية، وهي موضوع ليس اليوم يجب أن نتحدث فقط عن مخاطر التغير المناخي، يجب أن نذهب إلى سياق اسمه التكيف مع هذا التغير المناخي. اليوم التكيف مع التغير المناخي فيما يخص موضوع الأمن الغذائي، كيف يمكن أن يتم مع الحديث عن التكنولوجيا التي قد تساعدنا بالوصول إلى هذا التكيف بشكل سريع؟ لا يخفى على أحد، بشكل سريع، موضوع المناخ وكل مؤتمرات قمة المناخ كوب اللي حصلت هي تتركز على نقطتين: التخفيف والتكيف. كيف تخفف من انبعاث الغازات، وهذا مسؤولية الدول الصناعية الكبرى وطبعا باقي العالم، وكيف تتكيف مع ما هو موجود لديك. وبالتالي في التكيف الآن لا يستطيع أن يساعدك على التكيف مع آثار التغيرات المناخية إلا التكنولوجيا. التكنولوجيا التي تزيد على سبيل المثال من إنتاجية المتر المكعب من المياه، بحيث أنه تتغلب أنت على الجفاف ونقص المياه اللي هي من آثار التغير المناخي. والتكيف أيضا يكون باستخدام أنواع بذور قادرة على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية، اللي راح تساعدك بأنك تتكيف
مع الارتفاع اللي حاصل لغاية الآن أكثر من درجة مئوية، واللي بحلول عام 2050 راح يصل لدرجتين، و20 100 راح يصل لما يقارب 2.7 درجات، وهذا مصيبة إن لم نتكيف حاليا معه منذ اللحظة هذه. أشكرك جزيل الشكر دكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي، شكرا جزيلا لك، شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات.